السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد على قناة سيوري. أتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في صحة جيدة. اليوم سنشكل ربطة شعر مكونة من جزئين، سننجز هذا الجزء ثم هذا الجزء الأسفل ونربطهما في الأخير بالخيط مع المطاط. والآن تابعي معي خطوات العمل وعلى بركة الله. عقدة البداية، ثم نشكل سلاسل عددها 27، إذن شكلنا 27 سلسلة. الآن في الغرزة الثانية، السلسلة الثانية هنا، سنشكل منزلقة ثم التي بعدها نشكل فوقها نصف عمود، ثم سنشكل فوق كل سلسلة من هذه 9 أعمدة بلفة. العمود الأول ثم العمود الثاني ثم العمود الثالث العمود الرابع ثم العمود الخامس ثم السادس العمود السابع الثامن والتاسع. الآن نصف عمود ومنزلقة شكلنا هذا الجزء الأول، نفس الشيء نقوم به في الجزء الثاني الطرف الآخر منزلقة. الآن نصف عمود ثم منزلقة في السلسلة الأخيرة. ثم
إذا أنهينا هنا جزئين سلسلة وندير هذا العمل، وفي نفس المكان الذي شكلت فيه منزلقة شكل منزلقة أخرى، وأشكل فوق نصف عمود نصف عمود مثله، ثم فوق العمود بلفة عمود بلفة، ونخفي معنا هذا الخيط تحت العمل تحت الأعمدة فوق هذا العمود الثاني كذلك، ثم عمود آخر فوق العمود الثالث، وفوق كل عمود عمود مشبه. إذن العمود التاسع، الآن نصف عمود ومنزلقة، شكلنا هذا الجزء الأول. نفس الشيء سنقوم به هنا فوق هذه الأعمدة. وصلت لنهاية السطر، وجدت نصف عمود ثم بقيت لي هنا منزلقة، وأقفل هذا العمل بغرزة. الآن سأقص هذا الخيط وأترك جزء لربط. لنربط هذه الأجزاء مع المطاط، نشكل الآن الجزء الثاني، عقدة البداية ثم 13 سلسلة من 13 سلسلة. في الثانية شكل منزلقة، ثم التي تليها نصف عمود، والتي تليها عمود بلفة، ثم بعدها عمود بلفة، هنا عمودين بلفة فقط. الآن نصف عمود ومنزلقة، انتهينا من هذا الطرف. الآن نعيد منزلقة ثم
سلسلة في نفس المكان، هنا مكان منزلقة، منزلقة أخرى، ثم فوق نصف عمود أشكل نصف عمود أخفي الخيط، ثم فوق العمود عمود مثل السابق، وهكذا إلى أن أنهي هذا الجزء. إذن انتهيت من تشكيل هذا الطرف، نفس الشيء سأقوم به هنا. إذن هنا منزلقة وننهي هذا الجزء. نقص الخيط بإبرة تنظيف، سننظف هذا الخيط وراء العمل. إذن عندنا جزئين، سنأخذ هذا الخيط، إذن وضعنا الخيط على الإبرة، سنأتي سنربط هذا الطرف مع هذا الطرف هكذا، ندخل الإبرة هنا ونجمع هذا الطرفين هكذا، ثم ألف الخيط لأشكل فيونكة، ثم أربط معها هذا الجزء على هذا الشكل. إذن هذه هي النتيجة، إذن نربط
نربطها مع المطاط أو نلصقها على هذه الكلابسات مثل هذا الشكل، مجموعة على هذا الشكل هكذا. أتمنى أن يكون الشرح واضحا وتتمكني من إنجاز هذه الربطات، وإلى أن ألقاكم دمتم في رعاية الله.